يلا ماشي يلا كلاب. دلوقتي يعني اللي عندهم 8 سنين دول مش بياكلوا ويشربوا يشيلهم العيش والطعمين ازاي؟ ازاي يعني؟ والمزه اللي احنا فيه ده عمرنا ما شفناه. مصر مليانه خير، راح فين الخير ده كله؟ ودوه فين؟ واللي عمالين يقفلوا عشان خاطر يخزنوا البضايع ويسيبونا احنا نتبهدل في الشوارع عشان نجيبوا لهم تلاش لعيالنا، نروحوا فين احنا منهم؟ حرام يعني، عمرها ما حصلت. واللي بياخد مره واثنين حرام ولا حلال؟ احنا عرفنا على شهور اهي، عمرها ما حصل. والرز برضه نفس النظام، زلينا زلينا في لقمه العيش مع عيالنا. الظلم اللي احنا فيه يعني، مساله ما تنادي ده تاخد الايد الثانيه واحنا مش عارفين ناخده، وعيالنا مش لاقيين لهم ناكلها لهم بالمنظر اللي احنا فيه ده. يعني في حاجات كثيره والله الواحد تعب منها مش عارف يعمل ايه. والسكر كان بينزل في الجمعيه على بال ما بنيجي بنلاقيه خلص، بس بره في السوق ما فيش سكر خالص. بقى ليه حتى في السوق ما فيش سكر؟ الجمعيه كان بينزل فيها على بال ما بنطلع من الشغل ونيجي نسالهم ده يكون خالص. الناس بتنزل بقى تاخد سكر يعني بالعبيط. لا لا، من قبل العيد بقى لها مده كبيره. يعني من الشهر اللي فات برضه نزلت اجيب سكر. يعني الحمد لله بيكفينا وهو ربنا خلينا السيسي. كان في ازمه، لكن في الازمه كان الاخوان خابين السكر، في الجوع الجشعين خابين السكر. احنا بقالنا اسبوعين ما فيش سكر خالص ولا عارفين نجيبه، كل ما في اي حته ب 10 جنيه كيس. والناس هي مخزنه السكر في برج العرب، مخزنين 250 طن سكر علشان السكر يخلص من البلد ويسووا عاصمه الرئيس السيسي. بس لما المحافظ اتدخل نزلوا سعره وكيس ب 5 جنيه. النهارده ايوه، النهارده عطوني كيسين سكر وقالوا لو كل يوم هتيجوا نديكوا كيس هنديكوا.